113 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. نرحب بالسيد الوزيرة، والكلمة لكم السيد الوزيرة لتقديم مشروع القانون فلتتفضل. مشكور. أي شيء عند أنصاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يشرفني أن أعرب لكم عن مشاعر السعادة بأن أتقاسم معكم اليوم لحظة من اللحظات التشريعية التاريخية في مسيرة إقرار المساواة والعدل والإنصاف في بلادنا. لحظة جاءت بعد مخاض طويل لتتويج مسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل المشترك لصياغة نص قانوني محدث ولا محالة ثورة على مستوى السلوك والوعي الجماعي والفردي بقضايا حماية النساء، وهو مسار يعكس مرة أخرى فضل الممارسة الديمقراطية للبناء الديمقراطي التشاركي لبلادنا، والذي نساهم فيه جميعا بتفاني وبمسؤولية. واسمحوا لي أن أتوجه بهذه المناسبة بعبارات الشكر والتقدير لجميع النائبات والنواب على انخراطهم ومساهمتهم القيمة في إغناء مضمون هذا النص القانوني الذي نقدمه بين أيديكم اليوم، وأن أعرب عن مشاعر الافتخار لما لمسته من غيرة وحرص مشترك من طرف الجميع لتمكين بلادنا من قانون يحمي النساء المغربيات ويؤسس لثقافة جديدة مبنية على المساواة والاحترام المتبادل وتدبير الخلاف وفق قواعد الحوار وضوابط القانون. حضرات السيدات والسادة، تعزيزا لمساره الديمقراطي وتكريسا لنموذجه التنموي المتميز، أقبل المغرب بوعي وإرادة خلال العقدين الأخيرين على إطلاق دينامية حقوقية واعدة همت العديد من المجالات والقضايا وشملت الكثير من الفئات والشرائح المجتمعية. وفي العمق من هذا المسار حظيت قضية النهوض بحقوق المرأة وحمايتها بالعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبنصيب وافر من الاهتمام الحقوقي والمجتمعي، وهو ما تجلى واضحا في تحيين مجموعة من النصوص التشريعية الهامة ذات العلاقة بموضوع المرأة، لا سيما قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وكذا كثير من مضامين القانون الجنائي وقانون الشغل. وقد تعزز هذا المسار الذي انخرط فيه المغرب طوعيا وسياديا باستكمال التزام المملكة مصادقتها على معاهدات المنظومة الحقوقية الدولية، خاصة اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز. هذا فضلا عن العديد من المضامين الدستورية المتقدمة والتي صبت في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها وصيانة كرامتها، وذلك بتمكينها سياسيا وتأهيلها اقتصاديا لضمان مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في المسلسل التنموي الوطني. بيد أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حماية الحقوق الإنسانية للنساء، إلا أن المرأة المغربية ما زالت تعاني من مظاهر التهميش والإقصاء والهشاشة بسبب ما تتعرض له من تمييز وظلم وعدم إنصاف بما يحول دون صون كرامتها وضمان حقها في المساواة والمواطنة. وتتجلى أكثر مظاهر هذا التمييز السارخ الممارس ضد المرأة في توسع ظاهرة العنف الممارس عليها كشكل من أشكال العلاقات غير المتكافئة بينها وبين الرجل، بما يشكل ضربا من ضروب المس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية وانتهاكا سارخا لحقوقها الإنسانية. وللحد من اتساع هذه الظاهرة المشينة التي تعم العديد من الأوساط المجتمعية، عملت الحكومات المتعاقبة طيلة العشريتين الأخيرتين على جعل مشكلة العنف الموجهة ضد النساء انشغالا حكوميا ذي أولوية، وهو ما سعت الحكومة الحالية إلى التسريع من وتيرته من خلال اعتماد وتفعيل استراتيجيات وخطط عمل حكومية وقطاعية
تنفيذا لالتزاماتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة إكرام في مجال محاربة الظاهرة، الذي أرست منظورا بين قطاعي شمولي يتداول الظاهرة من مختلف أبعادها، مع دعم هذه المجهودات بمجموعة من التدابير التي تستهدف ثقافة المجتمع تكريسا للوعي بضرورة محاربة كل السبل المفضية إلى تنامي منسوب العنف ضد النساء، سواء من مدخل التربية والتعليم أو المدخل الثقافي أو الإرشاد الديني أو الإعلامي أو التحسيس التوعوي. وقد كان آخر هذه الفعاليات الحملة الوطنية لسنة 2015 المنظمة تحت شعار آخر إنذار للمعنف العقاب، وذلك في سياق مرافقة صياغة هذا المشروع. بيد أن تقييم أثر هذه السياسات والبرامج أظهر محدودية هذه التدابير والإجراءات في حماية النساء من سلبيات هذه الظاهرة في غياب نص قانوني يقطع مع الإفلات من العقاب، وتبين أن في توسع ظاهرة العنف ضد النساء وتعدد تمظهراتها ما يطرح مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بقضايا التنمية الشاملة ومسلسل البناء الديمقراطي، وهي المعطيات والسياقات التي تجعل من إصدار قانون لحماية النساء من العنف والانتصاف لهن بجبر الضرر اللاحق بهن أو بتأمين سبل كفيلة بصون كرامتهن ضرورة ملحة ومطلبا مجتمعيا مستعجلا لاستدراك قصور المنظومة القانونية الراهنة على تأمين الحماية اللازمة لنساء المغرب. حضرات السيدات والسادة، على أساس هذه التوجهات جعلنا من أولويات عملنا منذ مطلع 2012 إعداد نص قانوني يحمي النساء من مختلف مظاهر العنف ويعزز أثر السياسات والبرامج الرامية إلى محاربة الظاهرة. ولقد استحضرنا كمرتكز في هذا العمل المضامين الحقوقية الجديدة التي حملها دستور 2011، التي تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها وصيانة كرامتها ضمانا لمشاركتها الفعلية والفعالة في المسلسل التنموي الذي تشهده البلاد، وخصوصا ما تضمنته ديباجة الدستور والفصلين 19 و22 منه. هذا بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي الذي أولى عناية كبيرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، لا سيما في محوره الرابع الذي خصه للحديث عن سبل دعم وتقوية السياسات العمومية الرامية إلى محاربة كل أشكال العنف ضد النساء، والتي ترجمتها مضامين الخطة الحكومية لمساواة إكرام. حضرات السيدات والسادة، تميزت منهجيتنا للوصول إلى هذه اللحظة في مسار المصادقة على مشروع هذا القانون باعتماد منطق التراكم وتوسيع المنهج التشاركي مع كل الفاعلين، بحيث انطلقت أوراش العمل باستثمار التراكمات السابقة وتدارس مختلف الآراء والمقترحات الصادرة، وذلك في إطار شراكة وطيدة مع وزارة العدل والحريات. وقد شكل هاجس توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف نقطة مركزية في إعداده، مع استحضار تعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا المغربي المتناغمة مع روح العصر، تكريسا لكل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة وما ركمته التجربة البشرية دوليا في مجال حقوق الإنسان. وقد شهدت الفترة الفاصلة بين الشروع في إعداد مشروع القانون وتقديمه دينامية إيجابية من النقاش المجتمعي الذي أعاد قضية محاربة العنف ضد النساء إلى واجهة الاهتمام العمومي، وساهمت في تأطيره مختلف هيئات المجتمع المدني والفرق البرلمانية من خلال أيام دراسية ولقاءات علمية وصياغة آراء بخصوص الموضوع من لدن مؤسسات دستورية وغيرها من الفاعلين في المجال. وقد توجت هذه الحركية بالنقاش الجد والمسؤول الذي أثمر عدة تعديلات توافقية بين مختلف مكونات لجنة العدل والتشريع بمجلسكم الموقر، وهو ما عكس حرصا كبيرا ورغبة مشتركة من أجل تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، تجسد بالفعل
الدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب والطفرة النوعية التي عرفها في مجال حقوق الإنسان. وأريد أن أنوه أن هذا النص المتقدم لا يوجه ضد الرجل ولا انتصارا أعمى للمرأة بالمطلق، وإنما يستهدف السلوكات والممارسات والتمثلات الفردية والجماعية التي تحيد عن مبادئ المساواة والعدل والإنصاف. هدفنا الأسمى في ذلك المساهمة في بناء شراكة جديدة بين الجنسين تنبني على أسس الاحترام والمودة وتحتكم عند الاختلاف لسلطة القانون. وهكذا يوفر هذا النص شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، كما يتضمن خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع تمكين الضحايا من حق الاستفادة من الخدمات التي تسير أو تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن وبما يتطلبه ذلك من حرص على ضمان نجاعة وسرعة تدخلات مختلف الجهات المعنية بتطبيق وإعمال هذا القانون. وتتلخص أهم مضامنه فيما يلي بسرعة: أولا، تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد المرأة مع التفصيل في تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وهو التعريف الذي تفاعل إيجابا مع مختلف مقترحات الفرق النيابية. تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضد المرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية وغيرها. ثالثا، تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه. ثالثا، تشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو باستحضار وضعيات الضحية كالقاصرة أو المرأة الحامل أو ضد أو الزوجة أو الطليقة أو بحضور الأبناء أو الوالدين. خامسا، تشديد العقوبة كذلك بناء على صفة الجاني، أي في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين: الزوج، الفروع، أو أحد الأصول، أو الكافل، أو الطليق، أو الخاطب، أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها. سادسا، اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، منع الاقتراب من الضحية أو من سكناها، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة. سابعا، التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها. ثامنا، إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف. تاسعا وأخيرا، اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن مع إشراك المجتمع المدني المتخصص. هذا، وتتوزع أحكام مشروع هذا القانون على 5 أبواب: الباب الأول ويتعلق بالتعريف، الثاني ويتعلق بأحكام زجرية، والثالث يتعلق بأحكام مسطرية حمائية، والباب الرابع يتطرق لآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وآخر باب، الباب الخامس، نحدد فيه آجال دخول القانون حيز التنفيذ. حضرات السيدات والسادة، أجدد شكري لكل من ساهم في بلورة هذا المشروع من بعيد أو من قريب في مختلف محطاته، وأشكر مختلف الفرق البرلمانية خصوصا البرلمانيات والبرلمانيين بلجنة العدل والتشريع بمجلسكم الموقر معارضة وأغلبية على روح المسؤولية والمساهمة النوعية في تجويد مضمونه، آملة أن يشكل هذا القانون آلية فعالة
إلى جانب باقي الآليات والهيئات الدستورية الأخرى التي ستدفع في اتجاه إرساء مقاربة جديدة تتحمل من خلالها الدولة مسؤوليتها في حماية النساء من كافة أشكال العنف والتمييز عبر دينامية يندمج فيها الفعل المدني لتطويق هذه الظاهرة المشينة في السلوك البشري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.